السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر عنقود. صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي سور خميس المطريه، ركبت مترو، نزلت الشهداء، بدلت اتجاه المرج، نزلت حلميه الزيتون. من بره خدت عربيه رايحه عند المستشفى، رايحه عند البنزيمه اللي انا واقفه فيها دي. المهم ان انتوا توصلوا لغايه البنزيمه دي في الميدان بتاع المطريه او ميدان ورايا، بس ايه، خليكم عند مول الجمال ده زي ما انتوا شايفين اهو. تمام، ودي البنزيمة، انت بقى ظهريرك للبنزيمة، دي المستشفى. طول ما انت ماشية كده، انت ماشية جنب السور بتاع المستشفى، لو كسرتي يمين هيقابلك السوق من اوله بره اللي هو الخضار. امشي وكسري شمال هتلاقي نفسك في السوق وباب العيادات الخارجية اللي هو بصور من قدامه على طول. احنا كده في بداية السوق من بره، كسرتي بقى شمال هتلاقي نفسك عند باب العيادات الخارجية. تخيلي ده سهل شوية عن التوك توك والكلام ده. قلت اغير النهاردة، يعني اخلي عنوان جديد كده معاكم، بحيث ان انتوا برضو تكونوا عارفين مكان انتوا تيجوا منه سهل. برضو تابعوا معايا. بصوا يا بنات، اول تقاطع هنا هقابلكم اللي احنا هندخل فيه ده المسجد الفاروق عمر. داخلين احنا اهو، لو اللي عايز يروح عند محمد بتاع القماش بتاع المفارش. تمام، لو انتوا شايفين معايا ان في اهو المسجد، هو واقف قدام اليافطه اللي انا وريتها لكم المره اللي فاتت. بص اهو المسجد اهو، تمام، المسجد هنا اهو، ومحمد واقف في الوش اهو، داخلين عليه. متهيألي يعني العنوان كده بسيط لناس كتير قوي. انا جيت لكم من الاخر السور بتاع المستشفى عشان اوفر عليكم العنوان ده. كده محمد اهو الفرشه بتاعته، وادي مسجد الفاروق عمر. هي دي كده حتت بواقي يا محمد؟ بالمتر برضو؟ اقل، سعر اقل. ما انا عارفه لو سعر اقل. ما انا عارفه ان ب 100 جنيه. ب 100 جنيه في الفضل؟ طب الحته تعمل كام متر؟ من متر ونص لحد 3. من متر ونص لحد 3؟ ب 100 جنيه، متر ونص لحد 3. 3 حلو. اكتب في بنات الشغل اللي عنده اهو. عنده كشمير انا صورته لكم قبل كده، ده ب 150 جنيه. المفارش بيجيبوها ب 2000 و2000 وشويه بره. عنده اهو المتر ب 150 جنيه، 3 متر وربع لمفرش سرير كبير معاه 2 خدادية، 5 متر الا ربع مفرشين اطفال ومعاهم 2 خدادية. بصوا يا بنات، ده الكافيه، ده الجاكار اللي احنا قلنا عليه في الفيديو اللي قبل كده، هسيب لكم في صندوق الوصف، هسيب لكم العنوان بالتفصيل كتابيا في صندوق الوصف برده. دي اللي انت قلت لي عليها متقفله؟ وريني بقى المتقفل ده عشان هما يعرفوا ايه الجبير اللي بيتركب وبيتركب ازاي. انا وريتكم الجبير ده المره اللي فاتت وقلت لكم ايه، ان هو بيتحط على الحرف كده. بصوا بقى الجمال ده، الشغل العالي بقى، يعني القماشه فيها الشغل ده البارز ده، وبصوا المفرش محطوط عليه الجبير اللي انا بقول لكم عليه ده كده جاهز صح، ومعاه 2 خدادية. بكام بقى؟ ب 700. ماشي، ب 700. في اشكال تانية ولا هي الشكل ده بس؟ كان في اشكال عندك كده و2000 وحياتك. وهنا البواقي، البواقي المتر ب 100 جنيه زي ما انتم شايفين. دي الغرزه بتاعتها اهي، ب 100 جنيه. وفي اللي هو ده على فكره بيقول لك من متر ونص ل 3 متر. دي اللي جميله قوي، اول ما اشتغلت فيها بصوا الارضيه بتاعتها فيها نقط، والشغل بتاعها بارز كده، ده الشغل بتاعها بارز اهو، اكيد واضح في الفيديو خالص. بصوا بقى الجبير بيتركب ازاي من على الحرف. الجبير برده متوفر عندي، ده متوفر وده متوفر، ده متوفر الكافيه اهو متقفل معاه خدادياته زي ما هو قال ب 700. ده القطيفه ومتركب له اباليك من على الحرف وايه يعني مزغرفينه خالص، مزغرفينه. بصوا يعني حاطين له يا بنات ابليكه ومفرغينها من وراها من الظهر.
وبصوا مش مسترفلة كمان، ما بينسلش. حلو قوي قوي ده. ده برضو كام عامل يا محمد؟ زي التاني 700 برضو. الستان هو الستان هو الارخص شوية. ورينا كده الستان. لا احلى حاجة الابليكة اللي متفرغة دي، كلنا بنحطها على القماش ما بنفرغهاش. اه ده اطفال. ماشي الاطفال عامل كام الطقم؟ 650 للأطفال للسريرين. 650 للأطفال للسريرين ومعاهم كيسين خدادية. 500 كبير والأطفال 650. ليه ب 700؟ اه ليه انا 650 وب 700 بره. اقل حاجة 1800 جنيه. انت بقى حابة تشتري جاهز اشتري، حابة تشتري قماش والجوبير تركبيه بإيدك اشتري. فرق خامات حلو. دي خدادية من على جنب واحد بس الجبيرة، هو ده الظهر بتاعها. تمام 650. الجبيرات اللي انا صورتها لكم المرة اللي فاتت وراهي في شكل كده يعني انت منفرد بيه، بيبقى مش كله كده، بيبقى فيه داخل وردة كافية فيه. دي رسمة مختلفة، قرب عشان ده هو لونه كافي والكاميرا مش مبينة. بصوا دي الرسمة بتاعته مختلف. ايوه كده بقولك يا الله. ده اللي جميل، انت جبت الريشة دي فترة واختفت، جاب من جيت واب ريشة واختفت. بصوا الجمال. لا مش باين كده. ايوه كده باين اهو، دي ريشة. بصوا بصوا الريشة بتاعتها. يعني بصي لو لاحظتي ان القماشة ريشة اهي تمام، وهنا قماش ما فيش ماشي. وبصي بصي الجبيره بتاعتها عامله ازاي. الجبيره من نفس روح الشكل بتاع القماشه نفسها، والكلام ده ما بيتعملش غير في المفارش الجاهزه. هنا بقى مفارش جاهزه ومتقفله، يا دوب تاخديها تفرشيها. ده اطفال، ده اطفال. بصوا الشكل بتاعه برده شكله مختلف. بصوا الجبيره الا ده رسم ده ملوش حل، يخرب بيت جماله. هنختم بالمفرش اللي محمد هيورولنا دلوقتي. انا حبيت بس اجي اوريكم المفرش المقفله، لان انا المره اللي فاتت جيت له متاخر فما لحقتش اصور المفارش المتقفله كان شالها. بس انا دلوقتي قلت لكم الاسعار وهحط لكم الفيديو اللي صورته معايا قبل كده في صندوق الوصف، بحيث انك تشوفي الاسعار وتشوفي الحاجات اللي عنده من ال الله جميل قوي ده، من البتاع ده من الاسعار بتاعت الجوبريت. لا ده ده قيم جدا. اه بصوا يا بنات ابليكه في النص اهي زي ما انتم شايفين، وده جوبير. بصوا اللفه دي. لايك بقى وسبسكرايب للقناه، يعني ادام انا بساعد وانتم شايفين انا بتعب قد ايه يا ريت يعني تدعموني. جميل يعني. بصوا متقفل تقفيل اهو، وادي الجوبير. بصوا واخد، انا هبعد بعيد كده، واخد دوران عامل زي قوس قزح، دوران كده من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه، والجبيره متركبه على فراغ على فراغ. معلومات دي مش بالسهل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.